إلى ضاد الحروف ونعمة الإيمان. فامضي رعاك الله رعاة عصرنا نحو البلاغ لجيلنا الحيران. والحمد لله مصليا على خير الصلاة على النبي مثاني. بالله لفظك هذا سال من عسل، أو قد صبرت على أفواهنا العسل، أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلة. لا فض فوك ولا عاش شارئوك، وسلمت لسان نطقت، ويد كتبت، وعين رأت، وأذن سمعت، وأبو آدم كان هو حاتمنا في هذه الرحلة، استقبلنا بكرمه وبشاشته وراء إلى أهله، فجاء بكبش سمين ووزع من الأطعمة وأقام ضيافة. وكلما ذهبت قلت أنا عند أبي آدم، قالوا أنعم وأكرم بالكرم والعلم. وقد استقبلنا في مسجدي في 3 محاضرات وفي خطبة، وهو يسير علما وشعرا بارك الله فيه، فأسأل الله أن ينفع به وأن يثبته وأن يزيده تواضعا. وقد أتى بطلابه ليسلم على إخواني هذه الليلة ويشاركنا. وأبو آدم آدم صانع حرف، ويكفي هذا الكنية الكبيرة العظيمة، لأنه يذكرنا بأبينا، حيث الطموح وحيث المجد وحيث الشرف وحيث الريادة العلمية. فأسأل الله أن يوفقه وأن يزيده توفيقا. وأنا أقول حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا عند حسن بصاحبي، لإن كان للقبرين قبرا بجلك وقبرا بإلى الذي عند حاربي، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن في لون من قراع الكثائب، تورثنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم، قد جربنا كل التجارب، نعال ركاك النعال طيبا حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب، عليهم من الأنداء تندى أكفهم بفعل في جميل أو بصنعة واجبي، جزى الله رب الناس خير جزائه على هذا على مقدم الأبطال خير النجائب، إذا علوي لم يكن مثل طاهر فما كان إلا حجة للنواصب. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وهداية ورشدا. وأشكركم جميعا وأكرر شكري للرجل العظيم عبد الوهاب خفاجي عبد الحليم، الذي قدم رسالة الإسلام وساعد في إيصال القرآن للناس، وهذه أقوى من الجيوش الجرارة. وأسأل الله يكتب له أجر السجن الذي كان في سبيل الله عز وجل، رفعة دين الله، الله يجعله في سبيله. وشكرا لكم جميعا، وشكرا لأخي المقدم المتزن العاقل ولمن حضر، وبارك الله فيكم. الحقيقة أن الصلاة قد أدركتنا، ولو يريد قوة صلاة الجماعة مع هذه الوجوه الغالية والقلوب الحية، فأول ما يدخل وقت نريد أن نؤذن مؤذن و دخل وقت فصلوا بين، جزاكم الله خير. نترك إن شاء الله 10 دقائق للوضوء وللراحة إن شاء الله، وبعد ذلك نصلي مباشرة إن شاء الله. وملاحظة إخوتي الكرام، ملاحظة، وأرجو أن تأخذ بعين الاعتبار أن لا تعترض الشيخ بأي سؤال شخصي ولا بأي فتوى، رحمة بالشيخ إن شاء الله، ومن له أي شيء يكسب ورقة كتابية إن شاء الله ويبلغنا إن شاء الله ونبلغه ذلك.